إننا اليوم باسمكم وباسم الطبقة العاملة نجدد انحيازنا لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، لأن هذا الانحياز هو شرف لكل أحرار العالم. والشعب المغربي أبان عن وفائه للقضية من خلال مسيراته ووقفاته وإسناده للمقاومة. بالنسبة لنا الاتحاد الوطني للشغل المغرب كيخلد هذه الذكرى، هي ذكرى ديال عيد الأممي كل سنة في هذه الساحة ديال ساحة باب دكالة، وكيخلدها تحت شعار مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية. فاحنا يعني باين الشعار واضح، أولا ملي كنقولوا مستمرون اللي أنه مضينا من 1973 إلى الآن 50 سنة ونحن هنا في النضال، ونحن نساند الطبقة العاملة ونحن مع الطبقة العاملة منذ يعني 1993 من اللي تأسست هذه المنظمة على يد الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله. إلى يومنا نحن على العهد باقون ما دمنا أحياء، مستمرون إلى آخره. العدالة الاجتماعية طبعا راه كنقول الدفاع عن الحقوق، الدفاع عن المكتسبات، الدفاع عن كذا، الدفاع ضد الغلاء، ضد كذا إلى آخره، باش أن تكون واحد يعني عدالة اجتماعية ونحظى بها جميعا في هذا القطاع وفي هذه الدولة المباركة. ثم دعم القضية الفلسطينية، يعني أنك تعرفوا دابا راه حاليا يعني فلسطين لها أحرار، يعني أحرار الشعوب وأحرار يعني المنظمات أحرار هما الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية، ومن هنا نساند الشعب الفلسطيني ونساند عمال الفلسطيني، نساند المرأة الفلسطينية في الدفاع عن حقوقها والخيار، ونطالب من هذا المنبر يعني أن يعني تحظى فلسطين بدولة وعاصمة مستقلة وعاصمتها القدس. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة مراكش آسفي يخلد ذكرى فاتح ماي السنوية هذه السنة في سياقات مختلفة، سياقات دولية وسياقات إقليمية وسياقات وطنية. على المستوى الدولي كما يعلم الجميع بأن هناك تجاذب بين القطب الأمريكي ومن جهة أخرى روسيا والصين من أجل قيادة العالم، مما انعكس سلبا على الحياة العامة لشعوب العالم في مستوى التواصل، في مستوى اللوجستيك، وفي مستوى نقل البضائع والخدمات. أما على المستوى الإقليمي فما بعد 7 أكتوبر أي طوفان الأقصى الذي جعل منطقة الشرق الأوسط تعيش لهيبا، وبالخصوص الشعب الفلسطيني الذي يعيش إبادة جماعية ممنهجة تشارك فيها كل الدول الغربية تحت غطاء واحد من أجل إنقاذ دماء الشعب الجرثومة الإسرائيلية المتسلطة، ومن أجل إنقاذ كذلك توجه من ليبرالي الاستعماري هذا الوضع الذي خلف ضحايا كثيرة وما عرف بحرب إبادة. انعكس كذلك على المستويات العربية والإسلامية، واليوم فإن قلوبنا تعتصر دما على الشعوب، على أبناء الفلسطين شبابا وشيبا، وهم يبادون بالطائرات ليل نهار. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخلد هذه الذكرى في سياق محلي، طبقة الشغيلة التي طحنت طحنا في ظل هذه الحكومة التي رفعت شعارات متعددة، شعارات الرخاء والرفاء أثناء الحملة الانتخابية، إلا أنها بمجرد أن تقلدت مقاليد الحكومة إلا انبرت على وعودها، فأمطرت الشعب بالغلاء الفاحش الذي تجلى بأنه غلاء مصطنع من خير. عندما اختلفت المصالح بين المصدرين وبين الجهة المستقبلة لصادرات المغرب فتراجعت الأثمنة، ولكن عندما تنفتح أبواب التصدير
نجد أن الإطمئنان تعرف صاروخا، وهذا يعزف التوجه الليبرالي لهذه الحكومة الذات التي تنتفي عليها صفة الاجتماعية بشكل واضح وملموس، لأنها لأن حكومة التجار لا تعرف إلا الاحتكار، لا تعرف إلا تحقيق الأرباح ومراكمة الثروات. ولعل سعر برميل النفط في السوق العالمية التي وصلت إلى 80 دولار لكنها لم تنعكس على المستوى الوطني، بحيث أن مول البومبا الذي وعد بأنه سيعيد تربية المغاربة وفى بوعده، بحيث أصر على إبقاء أثمنة المحروقات في سقفها العالي من أجل تحقيق الأرباح ومراكمتها، كل هذا ترك أثرا بليغا على مستوى الطبقات الشعبية، على مستوى الطبقات العاملة، على مستوى الطبقات حتى المتوسطة التي لم تعد قادرة على مسايرة الغلاء الفاحش الذي ضرب كل الأثمنة الأساسية لحياة الإنسان. فارتفعت الأثمنة بين 50% إلى 100% إلى 150%.